اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه خاصه جدا من الاهلي خط احمر، ان شاء الله تنور رضاكم. اهلا بيك يا فارس. اهلا بيك يا اسامه. وليه خاصه جدا؟ ما عشان احنا كل حلقه بنعملها بتبقى خاصه جدا. طيب كده تمام، تفسير منطقي وكمان في ظرف خاص جدا. اكيد طبعا طبعا. النادي الاهلي بيصل للمره 23 في تاريخه لدور المجموعات، طبعا صعود متوقع للنادي الاهلي بعد الفوز ذهابا 1-0، ولكن كان مهم جدا ان النادي الاهلي يؤكد الصعود بنتيجه كبيره 4-0 تحديدا بعد التعادل اللي تم مع وادي دجله في الدوري، عشان يعيد النادي الاهلي رونق تاني لادائه، رباعيات وثلاثيات، ربنا طبعا يا رب يكملها كده دايما مع النادي الاهلي. مكاسب كتير جدا من المباراه، منها طاهر محمد طاهر بيسجل اول اهدافه، والسلطان بدر بنون بيعيد للنادي الاهلي او لجماهير النادي الاهلي للثقه يا فارس في الشخصيه اولا، ثانيا احنا كنا بنعاني فترات كتير جدا من الخوف من اول لما يجي ركلات ترجيح نقول الاهلي بره. صحيح. دلوقتي بقى عندنا معلول، بقى عندنا بدر بنون، بقى عندنا لاعبين كتير، عندنا قفشه، حتى وان كان ضيع مع طلع يعني جيت اخترت استثناء ايمن اشرف بشوط، ايمن اشرف بشوط كويس برضه اخترت اللي طلع، انت بقى اعمل ايه طيب؟ اختار حد سد. لا لا لا، كده قلقتهم على فكره. لا اللاعبين عندهم ثقه طبعا، ولكن فعلا احمد اولا انا عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا فيما يخص الفريق نفسه اللي انت اتكلمت فيه، شخصيه ان انا برجع، شخصيه ان الفريق ليه شكل مع موسيماني، وده مهم. انا طول عمري بتكلم في فكره واضحه جدا ان الفريق اللي عنده شخصيه هو ده الفريق اللي بيكمل. مستر مانويل جوزيه شخصيه، مستر هيدوكوتي شخصيه، شخصيه الفريق، الفريق ليه هويه وليه شكل وليه نظام لعب بيحافظ عليه في كل الاوقات واغلب المباريات بغض النظر عن اختلاف المنافسين، برضه بتحافظ على فلسفتك. ده اللي ممكن الارقام توضحها. بس خلينا ناخد من كلامك يا فارس يعني نقطه، مش يعني انا وجهه نظري شخصيه النادي الاهلي، ولما يجي مدير فني بشخصيه النادي الاهلي بنشوف المستوى ده، لان الطبيعي شخصيه النادي الاهلي هي شخصيه الفريق البطل، وده المتواجد في كل عناصر منظومه النادي الاهلي من اداره لاجهزه فنيه للاعبين. ممكن جهاز فني يجي يكون مش بشخصيه النادي الاهلي، ممكن لاعب يجي يكون مش بشخصيه النادي الاهلي، فبالتالي ما بيحققش النجاح المنتظر. فبالتالي موسيماني ماشي على طريق الكبار زي ما قال فارس في ايجاد شخصيه النادي الاهلي، ومش عايزين ننسى رينيه فايلر اللي كان بادئ دور كويس جدا، عاد للنادي الاهلي شخصيه جزء كبير جدا من شخصيته في افريقيا، حتى جاءت الكورونا. حتى جاءت الكورونا. صحيح. اختلف نهائي رينيه فايلر. لكن خلينا نروح نشوف احصائيات المباراه على السريع كده عشان عندنا كلام تاني. احصائيات المباراه يا اسامه هتاكد حاجات اللي احنا اتكلمنا فيه فيما يخص الاستحواذ وفيما يخص المحاولات. فيما يخص الاستحواذ، انت طبعا قدامك فريق كان يسمح بان انت تقدر تعمل الاستحواذ ده، تتكلم استحواذ 73% مقابل 27، محاولاتك 21 محاوله مقابل 4. دي النقطه بقى اللي احنا لازم نوجه الرساله فيها للاعيبي النادي الاهلي. احنا كنا بنتكلم تحديدا عن فكره المحاولات، وبنقول ان احنا الفتره الاخيره وتحديدا قبل حسم لقب دوري ابطال افريقيا بهدفي السوليه وقفشه، اتكلمنا في اننا محاولاتنا على المرمى بيكون فيها نسبه الاون تارجت عالي جدا. ده تاني مباراه على التوالي المفروض ان انت عامل 21 محاوله، 7 ده رقم قليل جدا. المباراه الماضيه يا فارس اللي تعادلنا فيها 0-0 كان 20 محاوله واربعه فقط لا غير اون تارجت، برغم ان انت عندك الاهداف المتوقعه او الاكسبكتد جولز وصلت ل 5.66%، فده رقم كبير جدا. فالرساله للاعيبي النادي الاهلي التركيز على دقه انهاء المحاولات تحديدا، عشان يكون كل ما يكون الاون تارجت بتاعك اعلى كل ما يكون فرصتك في تسجيل الاهداف اعلى. التمريرات طبعا يا فارس احنا كنا بنتكلم في بلس 500، دلوقتي ما شاء الله في كده مباراتين بلس 600. هي بقى دي الشخصيه، يمكن يا اسامه انت ضفت على الكلام اللي انا بتكلم فيه، بس حصل فيه بس اختلاف. اكيد شخصيه النادي الاهلي موجوده طول الوقت، ولكن انا بعني ان المدرب يبقى عنده مدرسه فنيه كتاكتكس. بالزبط. مش بيبقى بيشتغل في فرق كتير بنشوفها هو بيشتغل حسب المباراه، انت عندك مدرب بيحافظ على شخصيه الفريق الفنيه داخل الملعب، وده اللي كان حاصل. لان انا بيعجبني جدا المدرب يكون عنده مجموعه من الافكار بيحاول يطبقها، وده اللي بنشوفه مع موسيماني، وده اللي بنشوفه مع مجموعه من اللاعبين اللي بتاخد ادوار واضحه جدا. عايز اتاكد ان اغلب اللاعبين اللي بياخدوا فرص بيثبتوا نفسهم. انا عجبني طاهر قوي، حاجه نادي اهلي. بالظبط. حاجه نادي اهلي من البدايه ومن اللحظه الاولى. لاعب تحس انه ما بقالوش كتير لسه جاي. هي فكره الاصابات، بس ان شاء الله الدنيا هتمشي مع الوقت. بنتكلم في اللاعبين حتى اللي بتاخد موسيماني، تحس ان هو فعلا فلسفه وجود اللاعبين العدد الاكبر عشان ظروف كورونا وما الى ذلك هي فلسفه صحيحه جدا، خصوصا فكره المدوره اللي بتحصل اول باول. ولكن عايزين نروح للاعب انا محتاج اتوقف عنده،
لان غالبا في مصر بعض اللاعبين ما بياخدوش حقهم زي كهربا. هدية كهربا طبعا. كهربا في حاجة بقى مهمة جدا، احنا لو بنتكلم عن الوينجرز الموجودين في مصر، فانا بشوف دايما ان بعد محمد صلاح ياتي في الشراسه على المرمى مع كامل التقدير لتريزيجيه وتجربته الاحترافيه، ولكن فكره الشراسه على المرمى هي كهربا. بنتكلم ان كهربا اكتر جناح في مصر بعد محمد صلاح بيلعب كره مباشره على المرمى، مش اي جناح بيلعب كده، دايما في اجنحه يعني. بتفكر طبعا طبعا وليد سليمان اكيد قيمه كبيره تظل موجوده النادي الاهلي الموسم الماضي في دوري 8 اهداف، ولكن احنا بنتكلم في كهربا دايما بيفكر يلعب الكره المباشره على المرمى. كهربا بياخد الكره في اقل عدد من الثواني، بيكون بيلعب بشكل مش عرضي ولكن دايما بشكل طولي. احنا هنا عندنا 430 دقيقه الكهربا، دول اخر 430 دقيقه شارك فيهم ساهم في 6 اهداف. ال 430 دقيقه دول اقل من 5 مباريات كامله يا اسامه، يعني حوالي 4 مباريات و7 من 10، سجل 5 وصنع 1. الأهم بقى، وده اللي ليه بنقول إن هو بيلعب دايركت فوتبول، محاولاته 17 محاولة منهم 10 أون تارجت 58. وعلى فكرة غالبا هذه النسبة إما تكون في الأجنحة السوبر قوي في الفرق بره أو في المهاجمين. فأنت بتتكلم إن لعيب دقة محاولاته على المرمى بالشكل ده، دي ميزة الكهرباء. لو رجعنا أصلا في الكلام اللي احنا كنا لسه بنقول كمحاولات أون تارجت بالنسبة لمحاولات الفريق على المرمى، هنلاقي كهرباء عامل نسبة تكاد تكون، مش تكاد، بالتأكيد هي أعلى من محاولات الفريق ككل أون تارجت. طبعا، وده الميزة المهمة جدا في كهرباء. عشان كده أنا بقول كهرباء حتى في تجربته في لما سافر احترف مع لوزيرن، هي من التجارب اللي أنا كنت شايف إن بدايتها قد تكون بداية بازل صلاح فيه رقميا كانت مقاربة جدا. كهربا ما كانش عنده النفس الطويل ان هو يكمل، وحتى اتكلم قبل كده في فكرة بدأت تاخد اوقات مش كاملة، ولكن يبقى كهربا اللاعب اللي بيلعب بشكل مباشر على المرمى، اللاعب اللي بيقدم لك فكرة الحلول الهجومية. وانا بقول دايما اللاعب يا جماعة الوينجر اللي بيتحرك دايما بشكل طولي مش بشكل عرضي، ده بيفيدك لانه طول الوقت بيعمل لك كثافة عددية في خط في داخل البوكس بتاع المنافس، وطول الوقت بيديك افضلية. وعلى فكرة التنوع مطلوب، يعني انت لو بتشوف لاعبين اخرين، يعني طاهر لعبه مباشر بس طاهر دايما بيميل لفكرة كاتنج انسايد وشوت، كهربا ما بيعملش دي، بس كهربا بيديك حاجه تانية، دايما داخل كمهاجم تاني او بيعمل كثافه في البوكس. بالظبط يا فارس، وبنتمنى طبعا الاستمرار لكهربا، وطبعا التوفيق لكل لاعبي النادي الاهلي. والحقيقه عايزين ناكد ان النادي الاهلي طبقا لتصنيف الكاف هيكون على راس مجموعه ان شاء الله، القرعه هتكون يوم الجمعه، وطبعا الانديه الافريقيه الابرز او المحتمل تواجدها مع النادي الاهلي على راس المجموعات النادي الاهلي، نادي الترجي التونسي، نادي الوداد المغربي، ونادي مازيمبي. ما دون ذلك بياتي في التصنيف الثاني الثالث الرابع حسب انجازاته اخر 5 سنين، التصنيف اللي بيتاخد بشكل تراكمي. نروح بقى لقضيه ثانيه، وتعقيب بعد تعادل النادي الاهلي الاول في الدوري، عشان عايزين نشوفه بعين ثانيه. طبعا بعض الانتقادات بتكون منتظره، فكره اي اخفاق او نتيجه سلبيه في الدوري او في اي بطوله للنادي الاهلي. في طبعا البعض ما بينتظرش الكلام ده، هو شغال انتقادات حتى والنادي الاهلي بيحقق المكاسب، حتى والنادي الاهلي بيحقق البطولات. لكن الكابتن جمال عبد الحميد كان منتظر تعادل زي ده عشان يتكلم في احد ثوابت لاعبي النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي، اللي ربما في بعض الاوقات ما بتتحققش على ارض الواقع، لكن النسبه الكبيره منها بتتحقق على ارض الواقع، وهي مقوله الاهلي بمن حضر. كان الكابتن جمال عبد الحميد له راي نسمعه عشان نرجع نعقب. مش انتوا بتقولوا استنى بس اصابات من تعادل؟ يا رضا، مش انتوا بتقولوا الاهلي بمن حضر؟ بالظبط. هم ما يغيبوا ويكسبوا يقول لك الاهلي بمن حضر، ان شاء الله نغيب 20، وما يجي النادي الاهلي يتعادل يبقى 12-1. هو ايه؟ هو ما بيغلطش خالص؟ هو مبدئيا يا كابتن جمال ما ينفعش توجه لكابتن رضا عبد العال السؤال ده، لان كابتن رضا عبد العال مش اهلاوي، لعب فتره في النادي الاهلي، ولكن هو انتمائه لنادي الزمالك، فهو مش هيقول الاهلي بمن حضر. ده رقم واحد. رقم اثنين، كابتن جمال، بعد انتقالك لنادي الزمالك بعد استغناء النادي الاهلي عنك لظروف مش عايزين نفتحها او نتكلم فيها، انت رحت وكنت موجود ضمن نادي الزمالك اللي حقق بطوله افريقيا 84، وانت بطل افريقيا، واجهت
النادي الاهلي في ظروف استثنائيه خاصه بالنادي الاهلي من ايقاف لاعبي النادي الاهلي الفريق الاول بالكامل، والنادي الاهلي لعب بالشباب في مباراه كاس مصر 85. انت ما كنتش مشارك بس كنت معاصر جيل الزمالك ده اللي هو بطل افريقيا. اكيد اكيد انت عارف النتيجه اللي حصلت ايه، الفوز 3-2 بناشئين على نادي الزمالك، كان بيتسمى فريق العتاوله وكان محقق دوري ابطال افريقيا، وكنت موجود ضمن الفريق ده. فاعتقد تحديدا يا كابتن جمال لما تمر بظروف زي دي ما ينفعش تتكلم في فكره النادي الاهلي بمن حضر وتشكك فيها، خاصه ان النادي الاهلي في مباراه وادي دجله كان غايب عنه 12 لاعب تقريبا تشكيل اساسي بالكامل بسبب الظروف القهريه. والنهارده موسيماني طلع قال انا ما عنديش اعذار، بس انا بوضح ان انا بلعب في ظروف استثنائيه. ممكن نستعرض التشكيل اللي كان ممكن يلعب بيه النادي الاهلي او ال 12 لاعب اللي غابوا عن المباراه دي عشان تبقى واخد بالك قد ايه كذا لعيبه غابوا عن النادي الاهلي: محمد هاني، رامي ربيعه، اكرم توفيق، محمد مجدي قفشه، القاضي عمرو السليه مسجل هدف في النهائي، محمود كهربا لسه بنتكلم عنه اشرس وينجر على المرمى، طاهر محمد طاهر لسه مسجل هدف النهارده، جيرالدو، كريم نيرفيد اصابه طويله، مروان محسن، جونيور اجاييه، ناصر ماهر. على الاقل 6 لاعبين يا فارس كانوا يقدروا يقودوا النادي الاهلي اساسي. لكن الفكره بقى كلها هو النادي الاهلي لما غاب عنه اللاعبين دول هل مستوى النادي الاهلي اختلف؟ هل مستواه اهتز ولا كان في توفيق مصاحب الفريق الاخر؟ دي بقى المشكله الكبيره يا اسامه، ان اغلب المحللين في مصر، وانا مع احترامي للجميع والفيديوهات موجوده للناس اللي هي مش شايفه الفكره دي، بتحلل بالنتيجه. بالظبط. ودي مشكله كبيره جدا انك تبقى بتحلل بالنتيجه، ما بتحللش بستاتس وما بتحللش برؤيه فنيه، ولكن بتاخد النتيجه بتبني عليها الرؤيه الفنيه، وده مختلف تماما عن انك تتكلم في قراءتك للمباراة أو نتيجة المباراة هي اللي تخلق عندك قراءة معينة كتوجه. بمعنى النادي الأهلي زي ما أسامة وضح في عدد الغيابات، أنت بتتكلم مش بس لاعبين أساسيين، ده كمان البدلاء في المراكز النوعيين كانوا غايبين. بمعنى عندك قفشة كلاعب بلاي ميكر مش موجود في مركز رقم 10، طب ناصر ماهر مش موجود. بتتكلم في بدلاء في الارتكاز برضو لاعبين كتير مش موجودين، بدائل دفاعية مش موجودة، الأجنحة سواء طاهر أو كهربا مش موجودين. فبدأت تدخل عناصر هي ما خدتش عدد كبير من الدقائق مع بعض، فطبيعي ينتج عن ده تراجع في الأداء. على فكرة ده ما حصلش. كان في سيطرة للنادي الأهلي ما اترجمتش بأهداف، ولكن النادي الأهلي لو احنا بنتكلم كأداء مقارنة بالغيابات هنطلع نقول شابوه، النادي الأهلي عمل مباراة كويسة جدا. يا جماعة في مشكلة، احنا بنتغاضى عن كل المعطيات اللي حصلت في العالم دلوقتي وبنخترع تحليل للنادي الأهلي. يعني انت بتشوف ليفربول في المباراة الأخيرة بيتعثر، كل الفرق في ظروف الكورونا بتتعثر وتكسب بتتعثر وتكسب. احنا بدأنا نزرع في عقلية الجمهور ان انت لا مش ما تخسرش، النادي الاهلي مفترض يكسب كل مبارياته وده اللي بنأمله، ولكن انك حتى لو في ظروف معينه حتمت ان انت عملت نتيجه تعادل، لا انت ما كانش ينفع تتعادل، ده مش هيحصل في كره القدم، ده طبيعي، بس انت بتستغله في ايه؟ انت عندك 20 محاوله على المرمى مقابل 3 لدجله، عندك 4 محاولات اون تارجت، هنا كانت المشكله، مش المشكله في خلق الفرص. بالزبط. لا المدرب عمل الهوم ورك بتاعه كويس قوي، ولكن تحويل ده لاهداف ده ما حصلش. زي ما احنا قلنا احمد الاكسبكتد جولز حوالي هدفين انت ما قدرتش تسجل، فبالتالي انت ما ترجمتش جهدك الفني لاهداف. ليه ده حصل؟ لان اللاعبين اللي احنا لسه مستعرضين ارقامهم كان كتير منهم غايب. فبالتالي احنا لما بنتكلم هل كده ان الاهلي مش بمن حضر؟ لا، في المباراه دي طبعا النادي الاهلي بمن حضر، ظهرت ككبير، ظهرت كفريق بينافس، كفريق بطل، حاولت، اجتهدت، ما كانش فيه توفيق، فيبقى برضه النادي الاهلي بمن حضر. في نقطه كمان، انت كده اهملت توفيق حارس زي محمد عبد المنصف، كان ادى اداء جيد جدا قدام النادي الاهلي. بتتكلم عن فريق وادي دجله اللي هو فريق اصلا من الفرق اللي موجوده في 4 فرق في الدوري الموسم الماضي، نسبه الاستحواذ بتاعته عاليه، نسبه التمريرات بتاعته عاليه، انت بشخصيه اللاعبين الموجودين برضه كنت انت المسيطر، كنت انت المستحوذ، كانت المباراه وان سايد جيم، ولكن مفيش توفيق. هنا ما اقدرش اقول بقى يبقى كده الاهلي مش بمن حضر، كلمه باطله، لا، الاهلي بمن حضر، مواقف كتير حصلت
انا حكيت لك بس موقف منهم، لا لعبنا كونفدراليه وبطل كونفدراليه ب 14 لاعب واحمد علي منعم مصاب ومش طالع، يعني كتير جدا موقف كبير يا اسامه. هي الاهلي بمن حضر حتى في تعويض فارق نقاط على مدار التاريخ اتكلمنا فيه، الاهلي بمن حضر كشخصيه وكفكر وكنادي اهلي ليه قيم وثوابت انت ممكن في بعض الاحيان ما تكونش مدركه بشكل كامل. وهي الاهلي بمن حضر تزعل؟ الاهلي بمن حضر تزعل؟ لا، ده شعار البعض حاول يا أسامة ان هو يستنسخه، وبمجرد فوز في مباراة حتى لو فيها ظروف عادية غاب اتنين لعيبة كان برضو الفريق الآخر بمن حضر. نطلع ونشوف الفيديو عشان نفهم الفكرة. الزمالك ما يقفش على حد صراحة، محمد لعيب كويس، لعيب كبير، وإذا كان هو حلمه الاحتراف والإدارة موافقة له مفيش مشكلة، لكن الزمالك بمن حضر ما اعتقدش. كان الزمالك قفل بعد الله يرحمه مثلا كابتن حنيف بسطان، كابتن حماد امام، كابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه، فاروق جعفر، الاسماء دي كلها، ابراهيم يوسف الله يرحمه، عندك اسماء كتيره جدا، جمال عبد الحميد هداف مصر، عبد الحليم علي الهداف التاريخي، ما فيش شك لعيبه مؤثره، انما ده من الزمالك والمجموعه ديت عودونا على التركيز العالي، عودونا ان هم رجاله في قلب الملعب بمن حضر. الزمالك بمن حضر، اي حد يلبس التيشيرت وينزل هو موجود وهو بطل وهو راجل. على فكرة ما عندناش أي اعتراض إن أي فريق يشوف إن هو بمن حضر، التاريخ موجود والنتائج موجودة والمقارنات موجودة، ولكن الشعار لما اتقال من الآخرين لمجرد فوز في مباراة عادية كانت الفكرة إن هنا الفريق بمن حضر، والنادي الأهلي اللي مأدي أفضل أداء ما كانش بمن حضر. يبقى التحليل نتيجة ولا مش نتيجة؟ تحليل نتيجة، وكمان رواسب داخلية طبعا كلنا عارفينها، فبالتالي بتنتظر أي نتيجة سلبية للنادي الأهلي. لكن احنا دايما في الدوري بنقول المشوار طويل والطريق طويل، خليك هادي والنادي الأهلي إن شاء الله بطل الدوري. دي كانت فقرتنا بعين تانية، نروح لفقرة فار روم. أسبوع شهد الكثير من الأخطاء التحكيمية، شهد الكثير من الجدل حول الأخطاء التحكيمية. احنا هنا بنأكد من بداية برنامجنا، وكنا بنراهن من بداية الموسم الماضي على فكرة الأخطاء التحكيمية. يمكن قلنا من بداية الموسم الماضي كنا عاملين فقرة اسمها في الصندوق وهنشوف الأخطاء، جاء الفار غيرنا الفقرة وبقت فار روم، وبنتناول الأخطاء بشكل مختلف. وده بيدل على ايه؟ على ثقتنا ان ما تم تناوله تاريخيا من فكرة مجاملات التحكيم للنادي الأهلي هو باطل، ادعاء باطل باطل جدا. طبعا ناس كتير بتتكلم على الأخطاء التحكيمية وهنتناولها، لكن الكابتن رضا عبد العال في بعض الأوقات بيخرج بتصريحات مش بس الأخطاء التحكيمية تنال من قيمة وقامة زي دكتور طه اسماعيل أو الشيخ طه اسماعيل، وبيتكلم عن فكرة أن تغيير الرأي مرتبط بوجود الكابتن محمود الخطيب في مجلس الإدارة. والحقيقة الشيخ طه اسماعيل للي ما يعرفش هو طبعا اكبر من اي رد على اي شخص يقلل من قيمته، لان قيمته محفوظه ورمز من رموز الكره المصريه شاء من شاء وابى من ابى. لكن معلومه بس ان الشيخ طه اسماعيل خد لقب الشيخ طه اسماعيل وهو لاعب، مش لكبر سنه ولا لمظهره الحالي، وهو لاعب. ليه؟ لدماثة خلقه. فما ينفعش حد يتكلم عن راي الدكتور طه اسماعيل او الشيخ طه اسماعيل ان هو راي لاسباب غير فنيه، اختلف معاه على الراي الفني، لكن اياك وان تقترب من شخصيه الشيخ طه اسماعيل. دي رساله بس كده هنبتديها على جنب، لكن نروح للاهم في الاخطاء التحكيميه ونشوف راي الكابتن رضا عبد العال عشان نتكلم في كوره واراء في الكوره وفي الاخطاء التحكيميه، عشان نثبت ان زي ما في هنا اخطاء خارجه عن النص حتى الاخطاء اللي بنتكلم فيها في الكوره اخطاء مغلوطه. احمد الغندور باي طريقه عايز يكسب النادي الاهلي؟ يا عم النادي الاهلي بيكسب من غير اي مساعدات، انت اديت فاول على جوه الكوز بتاع ال 18، الراجل ما لمسوش والراجل قاعد يصوت ويلطم ويقول لك ما لمستوش. طب دي بقى نرجع بقى لضربه الجزاء، لو دي للنادي الاهلي كنت هتحسبها؟ اه تحسبها، والفار ساعتها كان هيجيبها لك من 100 طريقه عشان يوريها لك ان هي ضربه جزاء. خلي عندنا ضمير شويه، عايزين ننجح. الاهلي واخد الدوري، واخد الاهلي بطل ده، وعنوان النهارده برضو الاهلي بطل الدوري، يعني العنوان بتاع المانشيت بتاعي بتاع الفيديو الاهلي بطل الدوري حتى بخسارته الاثنين بونت، وحتى لو خسر 10 بونت الاهلي بطل الدوري، على اللي احنا شايفينه من تعنت من الحكام وتعنت في مستوى الزمالك.
الاهلي ان شاء الله بطل الدوري، لان الاهلي هو صاحب النفس الطويل، هو اللي عنده اسكواد اقوى، هو النادي القادر دايما على انه يحسم البطولات مهما كان في منتصف الموسم بعض الازمات او النتائج السلبيه. لكن لما نتكلم عن اخطاء تحكيميه، حتى الناس اللي بتتكلم بتقول خلي عندكم ضمير، هو اي حد يغلط يبقى لازم نروح لفكره الضمير؟ بالمناسبه كرة بدر بنون نستعرض على الشاشة الكرة أصلا من خارج منطقة الجزاء، يعني حتى لو فيها أي عرقلة فهي في النهاية فاول مش ركلة جزاء. شيء غريب جدا، شيء مش مفهوم، الناس تقريبا ما بقتش شايفة الخطوط بتاعة الملعب فين، وما بقتش بتشوف إعادات، وتقريبا ما بقتش بتشوف مباريات. فدي كرة بدر بنون، الكرة من بره ال 18. طيب ليه بقى احنا هنتكلم النهارده في سكه ايه؟ الاهلي لو للاهلي طبعاً بتتحاسب كتير. طب ادي يا عم للاهلي وبره المنطقه واتكلمنا فيها. الاخطاء التحكيميه كمان بتتكلم ان في ركله جزاء للنادي الاهلي في المباراه دي بتتجاهلها. انت متخيل انتقاء لقطه بنون عشان اتكلم عليها وبتجاهل اللقطه الرئيسيه اللي هي بتاعت بيكهام؟ بس انا عندي تفسير. اولا احنا بنشكر المشاهدين على تفاعلهم مع فقره كابتن رضا، لان هي كانت المره اللي فاتت ناجزه، يعني بتوصل فكره التناقضات والاراء ووصلت كتير، وبغض النظر عن الكلام اللي قاله احنا مش هنتناوله عننا، ولكن احنا بنوصل فكره ان احنا فعلا كشفنا حاجات كتير. المره دي بقى هو حب يغير الكارير. طب انا بقى حاجه في التحكيم، طب ما برضه جيت في التحكيم غلط، يعني برضه جيت في التحكيم غلط. هتيجي هنا في فقره اسمها فارو، انت ما راجعتش الفقرات، راجعت المنتدى ونسيت ان في فقره اسمها فارو. اولا الاراء لما تيجي تتقال يا اسامه، انت وقفت عند حته مهمه جدا، فكره الضمير. يا سيدي قول رايك الغلط، ولكن انت جيت اتكلمت على لعبه ان الحكم ما عندوش ضمير عشان، او الناس ما عندهاش ضمير عشان كذا، وانت تغاضيت عن اللعبه الاساسيه. كمان فكره الفار كان هيعيدها 100 مره. طب هو ايه حصل في بيراميدز؟ ده هنروح له بقى. ايه حصل في مباراه الاهلي؟ ايه حصل في الزمالك؟ ده اللي انتوا هتشوفوه معانا. بس الاول نأصل للمباراه دي كان ايه الوضع فيها تحكيميا، وكابتن رضا اللي شاف لقطه بدر بنون فقط تغاضى عن ايه داخل المباراه. نطلع ونشوف كابتن احمد الشناوي حلل المباراه تحكيميا ازاي. الشد والمسك، ممكن المسك يا كباتن لو الشد من الفانيلا ممكن ما ياثرش على حركه اللاعب في التقدم، صح يا دكتور طه؟ مش كده؟ لان ممكن الفانيلا بتتشد معاه، لكن الايد لو اتشدت خلاص اعاقت الحركه. فبالتالي هنا واضح جدا من لاعب دجله وهو بيشد لاعب الاهلي، وهتلاقوا اللاعب حتى يعني مش بيعلي الامام، لو هو بيمسك ليه بيعلي ورا، معناها ان الشد يعني جابه عكس اتجاهه. فبالتالي هنا طبعا هنا الخطا، وداخل منطقه الجزاء كانت لابد الخطا موجود وركله الجزاء يعني. والفار فين يا كابتن؟ ما هو الفار ما شافش خلاص بقى. الفار اللي كان المفروض يا كابتن رضا يجيب اللقطات من كل حته، هو اللي الفار ما شافش زي ما قال كابتن احمد الشناوي، هو الفار اللي تجاهل لقطه. لو الحكم تجاهلها ماشي، الحكم ما شافهاش، هفترض حسن النيه. طب والفار؟ اللعبه ما فيش اي حد اتكلم فيها. هنا افتراض حسن النيه هيبقى صعب، بس كمان مش دي الفكره. الفكرة ان النادي الاهلي هو اللي بيرجع يتقال ان هو بيتجامل من التحكيم في لقطات واضحة جدا ملهاش اي مبرر ان ما يكونش في تدخل فيها، لان البعض بيشوف ان ده مبرر ان نبدأ نهجم على الفار. ودي حاجة يا اسامة انا هاممني جدا اقف عندها، مهما كان المساوئ والاخطاء اللي هنقف عندها، مش البديل اللي عايزه البعض ان احنا نلغي تقنية الفار. لان انا لو لا اامن القرارات في عدم وجود الفار، وهيكون الرد دايما اصل الحكم خطأ بشري وما شافش، الفار مش عامل بشري، فلما اجي احاسب هعرف احاسب صح ان كان في تعمد. فكرة الغاء الفار مش هي البديل. ليه ربطت؟ لان كابتن رضا من انصار فكرة الغاء الفار، هو وطيار بدأ ياخد فكرة الغاء الفار اللي احنا شايفين ان لا، النادي الاهلي متمسك بيها. لان النادي الاهلي طالب بيها كذا مرة، والنادي الاهلي لما بيطالب بيها بيطالب بيها ليه؟ لانه بيأمل او بيسعى لمزيد من العدالة التحكيمية. كمان بنقول عايزين الفار. مزيد من العدالة التحكيمية. اكيد الفار زي ما بنشوف فيه اخطاء كتيرة جدا وارد جدا، بس ما بنشككش في ضماير الناس، لكن بيقول اخطاء وفي اخطاء جسيمة، والنادي الاهلي هيتصدى لاي اخطاء من بداية الموسم حتى لا تتكرر مواسم اخرى. كان البطل فيها هي الاخطاء التحكيمية بدون ذكر المواسم، الناس كلها عارفاها. لكن رسالة للاعبي النادي الاهلي وتحديدا اللي اتحط في موقف بيكهام،
انت يا بيكهام اكتر واحد في الملعب كله عارف ان انت تشديت. لازم يكون في اعتراض بشكل مهذب مع الحكم ودعوته ان هو يشوف الفار ونحاول نعطل اللعب باوت او باي طريقه. حتى للاسف لو بار التحكيم هياخد سكه ان هو يديك انذار، بس انت احرجت اي حكم عايز يتجاهل فكره العوده للفار في كرات حاسمه زي ركله الجزاء. انا مش بقول لك تتدخل في اي كره انت عندك في الجول، وفي ركله الجزاء لازم طالما انت متاكد ان دي ركله جزاء لازم تحاول باي شكل ان انت تخلي الحكم يتوجه للفار، عشان دي كانت ممكن تغير نتيجة المباراة. احنا مش بنتكلم انها هتتسجل ولا لا، لكن احتمالية تسجيل ركلة جزاء اعتقد عليها واتمنى تكون دي ثقافة لاعبي النادي الاهلي. طيب ده الفار وده التحكيم وده النادي الاهلي في الموسم بيخسر اول نقطتين وفي اخطاء تحكيمية، ومع ذلك البعض بيردد فكرة ان النادي الاهلي او لون تيشيرت النادي الاهلي بيخوف الحكام. الكابتن مدحت شلبي عاد بنبارك له على العودة، وبقاله فتره من بدايه العوده وهو دايما النادي الاهلي عنده جمله من الاعراب، واحنا بنقول نعدي مش وقته ما يقصدش، لكن الموضوع بيزيد ودايما في تلميحات للنادي الاهلي. فجينا في موضوع الفار فلقينا الكابتن مدحت في مباراه النادي الاهلي مش طرف فيها اقحم اسم النادي الاهلي في الموضوع وقال اصل لو التيشيرت احمر كان الموضوع يختلف. انا ماليش علاقه التيشيرت الابيض وكلامك عن التيشيرت الابيض، هم يدافعوا عن النقطه دي، انا هنا منوط بيا الدفاع عن التيشيرت الاحمر وعن النادي الاهلي. نسمع كابتن مدحت شلبي ونرجع نعقب. ربما والكلام ده مش موجه ليك، ده موجه للحكام، ربما لو كنت لابس التيشيرت الاحمر ما كنتش اخذت الانذار ده، وربما لو كنت لابس تيشيرت ابيض ما كنتش اخذت الانذار الثاني ده. لكن الكلام ده مش موجه لرمضان ولكن موجه لأصدقائنا الحكام، وهنتابع الكلام ده كله. لابد، أنا هنا ما بظلمش الحكم أنه أخطأ أو لا إطلاقا، لكن أنا عايز أقول إحساسي كده، ممكن أبقى صح أو غلط، أن على فكرة الحكم قال أن رمضان اتكلم معاه بمنتهى التهذيب وما طلعش أي لفظ من إطلاقا، ما قالش أي حاجة إطلاقا، ولكن هو علشان مش لابس تيشيرت احمر او تيشيرت ابيض مش هتعدي، مش هتعدي. انت قلت احساسك يا كابتن مدحت، وقلت احساسي ربما يكون صح وربما يكون غلط. سهل جدا نقول لك احساسك غلط ونقفل على كده، لكن احنا هنا ما بنعملش كده، احنا هنا بنؤكد ليك قبل المشاهد ان احساسك غلط. ليه احساسك غلط؟ لان مواقف زي دي حصلت مع النادي الاهلي ومع لاعيب النادي الاهلي ومع كباتن النادي الاهلي، حتى مهما كانت تصرفات احدهم في فترته المؤخره، ولكن في النهايه كان مرتاد تيشيرت النادي الاهلي طبعا. وعمل وقعه في مباراه الانتاج، سلم على الحكم بطريقه ما عجبتش الحكم. ممكن نستعرض اللقطه، ادي حسام عاشور كابتن النادي الاهلي السابق مع الكابتن محمود عاشور اللي دائما اسدا على النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي وجهازه الفني. السلام ده انا مش بدافع عنه، مرفوض، بس التيشيرت حماه بالظبط، ده اللي احنا بنتكلم فيه. انا مش بدافع عن سلام، لكن في النهايه حصل ايه؟ على طول خد الكارت الاحمر. ده مش كده وبس، ده كمان اتكتب في تقرير حكم المباراه اللي خلى حسام عاشور يتوقف اربع مباريات. انا ما عنديش مشكله اطلاقا في تطبيق اللوائح على الكل، لكن انا هنا بوضح للكابتن مدحت، يا كابتن مدحت احساسك غلط. مش بس الاحساس ده غلط، ده كمان في موقف تاني قبل ما ننتقل لان هو عمل حاجه ممنهجه. لقطه كابتن حسام غالي برضو اعتراض انذار في طرد بدون تفكير، وبرضو بغض النظر عن التصرف نفسه احنا هنا مش جايبين ده بنقيم، اكيد السلوك المرفوض محدش هيبرره، يعني عمرنا ما عملنا هنا كده، ولكن الفانيلا ما ادتش اللاعب حصانه. بالعكس بقى، ده انا عايز اقول حاجه اكتر، احيانا يا أسامة نتيجة إن أنت بتكون لاعب بتمثل النادي الأهلي والحكم عايز يحس بفكرة شعور إن أنا بدي بطاقة للاعب النادي الأهلي إن مفيش حد كبير عليا، إن أنا مفيش حد يقدر يعترض ومدوش قرار. لا، ده حصل كتير، وتحديدا كابتن جهاد جريشة كلنا بنلاحظ دايما في ادارته المباريات يا اسامه الحته دي، انه بيكون عنده جزء من الانا، ان لا انا ما فيش حد كذا او ما فيش حد قرار بيعدي. ابراهيم نور الدين ومحمود عاشور بالظبط، يعني بالعكس انت احيانا بتدفع الثمن السلبي. ولكن انا بروح لحته تانية بقى،
هو كابتن مدحت زي ما أسامة قال رجع بعد فترة بيبدأ أنا عايز أسمع واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، ولكن دي مش مشكلتنا براحتك، إنما فيما يخص النادي الأهلي إيه بقى الممنهج اللي عمله كابتن مدحت؟ بدأ يضغط، وجه رسالة للحكام إن حاجات بتحصل بس مع النادي الأهلي ما بتحصلش ومع نادي الزمالك ما بتحصلش، وإن رمضان كذا. هنا بيعمل إيه؟ بيحرر الضغوط على لاعبي بيراميدز وبيضغط على الحكام إن أنتم في توجه ضد لاعبي بيراميدز، ده رقم واحد. رقم اتنين بيخلي الحكم جوه الملعب ينزل بقناعات بالظبط. هنا حتى فيما يخص بيراميدز بينزل الحكم بقناعات إن لا أنا مش جاي على بيراميدز. فنشوف النتيجة زي ما حصل في مباراة بيراميدز في الهدف اللي سجله بيراميدز الهدف الثالث، هل كان هدف صحيح ولا لا، ونقاط هل كانت مستحقة ولا لا. نطلع ونشوف اللعب. هدف الثالث أي. لصالح فريق بيراميدز. أي. الكرة دي اما نيجي نشوفها هتلاقي جاي من الكورنر، بس لما نيجي نشوف الكورنر من الاول هتلاقي لعيب بيراميدز مع لعيب الانتاج الحربي هما الاثنين متلافتين على الكرة، ونوقف الصورة هتلاقي ان الكرة جت في ايد مهاجم بيراميدز قبل الكوره ما تطلع ركله ركنيه، وبالتالي لازم هنا يبقى في خطا على لعيب بيراميدز ان الكوره جت في ايده ويتحسب ركله حره مباشره على بيراميدز. وحتى فكره ان الحكم مش شايفه غريبه، واللقطه فيها اهمال واضح وفيها تعمد واضح وفيها الوضع التشريحي للايد واضح، كل ده والحكم تجاهله. هل ده فانيلا معينة يا كابتن مدحت الناس بتتعامل معاها بشكل معين؟ اعتقد الجيم اتلعب بذكاء يا احمد، واحنا قد وفرس واحنا قد واحنا راصدين وما وراء الكلام، وجماهير النادي الاهلي فاهمه كويس جدا اللي والله يا اسامه، وهم يعني ادرى وخلاص كل الاتجاهات بقت واضحه للجميع. والحقيقه مش بس الهدف ده اللي كان فيه مشكله، بس احنا عايزين نوضح عشان ما ياخدش البعض كلامنا لسكه مختلف. احنا هنا مش هنتكلم عن بار، لان البار لا يتدخل في الحالات اللي زي دي. فعشان بس ناكد على الناس احنا مش بنتكلم هنا بار، بنتكلم في حكم الساحه. لان حكم الساحه حتى في الجول الثاني اللي احرزه لاعب بيراميدز رمضان كان في اصلا خطا تحكيمي، والمفروض الفار استدعاه انه يدي كارت اصفر او يدي كارت احمر. بعض الخبراء التحكيميين قالوا ان المفترض ان الكره دي ترجع طالما في حصل خطا تتحسب فاول، لكن اللي حصل ان هي ما اتحسبتش فاول واتلعبت اوت، والرميه التماس جاء منها هدف الثاني. فهنا عندنا في اول مباراه نادي الاهلي خسر نقطتين بالتحكيم، نادي بيراميدز فاز بنقاط المباراه بالتحكيم. عندنا انديه اخرى وعندنا اخطاء تحكيميه اخرى، ولكن معانا فاصل يا اسامه، هنروح للفاصل ونرجع نكمل تسلسل الاخطاء التحكيميه اللي نتج عنها نقاط غير مستحقه للبعض. نطلع الفاصل ونرجع نكمل معاكم فقرتنا. ورجعنا لكم تاني من فقرة الأهلي خط أحمر، أو من برنامج الأهلي خط أحمر. أنا سايب الموبايلات وفارس سايب الموبايلات، فخلاص سيبوا الموبايلات عشان دخلنا في الجد. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن نادي الأهلي وطبعا الأخطاء التحكيمية اللي حرمت النادي الأهلي من الفوز مباراة وادي دجلة، طبعا بغض النظر عن المستوى الفني اللي كانت تحقق، ونادي بيراميدز استفاد، في نادي آخر أيضا استفاد أو مباراة أخرى. وطبعا احنا بنتكلم ليه الأهلي ونادي بيراميدز ونادي الزمالك، او الاهلي والزمالك وبيراميدز؟ لان ده الاهلي طبعا بطل الدوري، وبيراميدز والزمالك كان لاخر الدوري في التنافس على وصافه النادي الاهلي، فبالتالي لازم نتكلم عن المنافسين على بطوله الدوري. نروح بقى لمباراه الزمالك وانبي والاخطاء التحكيميه اللي البعض من الاعلاميين ايضا تجاهل فكره ان حصلت اخطاء تحكيميه، وكان مفيش اخطاء تحكيميه حصلت في المباراه. فبالتالي احنا كلامنا دايما بالخبير التحكيمي. نروح نشوف اول تصريح عن الاخطاء التحكيميه في مباراه الزمالك وانبي في المباراه اللي هي الحاله الثانيه، كانت في الدقيقه 23 مطالبه نادي انبي لركله جزاء. اما نشوف دي اللعبه اللايف، احنا اللعبه جايبينها عن طريق حاجتين. اول حاجه نتاكد الاول هل في خطا ولا لا، اما نشوف في خطا ولا لا من الاعاده دلوقتي اللي هتبين لنا. طبعا هنا في خطا، يبقى هنا في خطا على نادي الزمالك. الحاجه الثانيه عاوزين نعرف هي بره ولا جوه. بس هنا الحدث الخطا الالتحام حدث على الخطوط اللي احنا مبينينها. طالما الحدث حدث على الخطوط من ضمن المناطق، يعني خطوط 18 دي منطقه الجزاء، خطوط 6 ياردة من داخل منطقه 6 ياردة، طالما الحدث هنا على الخط يبقى هنا لازم نحتسب ركله جزاء. البعض بيشكك في اراء خبراء التحكيم، وكمان بيشكك في اننا شايفين الصوره واضحه او مش واضحه،
والحقيقه اصلا حكم المباراه ما كانش شايف الصوره واضحه، وكان تمركزه انا اسف كان تمركز سيء، وبالتالي كان محتاج لمساعده. طب المساعده هتيجي منين؟ هتيجي من الفار. طب الفار كان فين؟ الفار ما خدش اي قرار والكره مشيت بالشكل ده، وطلع البعض يتكلم انها خارج منطقه الجزاء برغم انه واضحه جدا انها من داخل منطقه الجزاء، وجسم لاعب امبيا فارس حتى لو كانت رجله بره الخط قليلا فجسمه مايل لجوه ال 18، والتدخل كان عنيف جدا. على الاقل اسوأ تقدير الحكم كان لازم يصفر ويحسب فاول، لكن تمركزه السيء حرمه من انه يدي قرار سليم. وكمان الكلام في ان اللاعب كان بره زي ما انت قلت، الوضع التشريحي للاعب بميله للداخل مستحيل يكون اللاعب ما كانش جزء منه او في سوى الخط، وتعتبر هنا المخالفة صحيحة. بس ده مش رأينا كمان، يعني لو ده رأي تحكيمي واحد تمام، إنما لا ده مش رأي تحكيمي واحد، الاثنين الخبراء التحكيمين الرئيسيين ولو في واحدة. القنوات لو كرة واحدة هي بقى دي الفكرة. في لعبة تانية مهم جدا، لأن هو البعض راح كله لفكرة اللاعب كان بره وجوه، وكأن ده نوع من الإلهاء عن الكرة التانية، عن الكرة التانية بالضبط. اللي هي أسهل واللي هي أوضح، ولو أي حد عايز يحلل الكرة واضحة بالنسبة له. فنشوف الكابتن احمد الشناوي الخبير التحكيمي قال ايه ونرجع نعرض. شوف ما برضه يعني انا عايز اوصل لحاجه. بص بقى بص نرجع شوف انا نشوف لاعب الزمالك رايح بالشكل ده، رايح بيدخل فيه. بص اللاعب بص بس خلاص انا عايز اسال، اللعبه دي كده بالشكل ده ايه؟ اصل هو واضح جدا. شوف بص واضح جدا ان داخل منطقه الجزاء اهي، نمشي بس اذا جوه المخالفه جوه منطقه الجزاء. يا كابتن احمد لو انت حضرتك حكم المباراه دي ورحت شفتها في الفار هتقرر ايه؟ لا في ركله الجزاء طبعا، انا قلت ركله الجزاء. طيب انا بحلمت ركله الجزاء موجوده مفيش كلام الدم. هي بقى نرجع بس للاعاده دي، نرجع نقف هنا نمشي فريم فريم ونقف هنا. هنا دلوقتي نقف في الحته دي، هنا كوع اللاعب في ظهر لاعب انبي. صح يا كابتن؟ الكوع في ظهره. واضحه قوي برضه. لو الايد فردت معناه انه بقى في دفع. خلاص يعني ما يعني الايد لما تفرد كده بالشكل ده بص نمشي خلاص ده دفع خلاص، وافقد اللاعب توازنه، فبالتالي دي ركله جزاء لم تحتسب. لو شفنا اللعبه الاولى اللي كان البعض وهو بيحللها على مزاجه كان بيقول لا ده الفريم ده يخليها من جوه، هات لي الفريم اللي وهي من بره، يعني المخالفه استمرت لجوه، دي ملحوظه. ولكن كره طارق حامد الغريب زي ما قلنا اسامه نوع من انواع الالهاء. انا عايز اسال سؤال لاي حد بيتفرج، هل الطبيعي ان ايد طارق حامد تكون في الوضع ده على اللاعب مستند ليه؟ اكيد ده مش وضع تشريحي طبيعي. لا طبيعي. هو بقى طبيعي بالنسبه لطارق صحيح والله. هو بقى تعمد ان هو يزق، ما تعمدش ان هو يزق في النهايه ان ايد طارق حامد راحت لظهر المدافع اللي هو بيجري فبالتالي افقدته توازنه، دي مش محتاجه اي تبرير او تفسير. وبستغرب البعض بيحاول يلاقي لها منطق، اصل هي زقه خفيفه، اصل هي كذا. هو اصلا مش طبيعي ان ايد اللاعب كانت تبقى في المكان ده، ولا طبيعي ان اللاعب يفقد توازنه بدون ما يتزق، خصوصا لان هو كان بيجري بيحاول يوصل للكوره. فاحنا بشكل واضح قدامنا حالتين ما فيهمش مجال لافتراض ان كان في حسن نيه فيهم او كان ما اتحسبش، واخطاء مركبه زي ما بتشوف. النادي الاهلي بيتحرم من ضرب الجزاء، بيراميدز هدف في لمسه يد على احمد توفيق، بتروح للزمالك بياخد نقاط مباراه بشكل واضح من خطا. فالفكره غريبه جدا، وهو ده اللي احنا قلنا لازم نقف عنده، اخطاء مركبه بتتحكم في مسار الفرق الثلاثه. مش كده وبس يا فارس، ده كمان دفعت الكابتن حلمي طولان ابن نادي الزمالك ان هو يصرح تصريحات ضد التحكيم، واعتقد هو كده وقف في طابور المديرين الفنيين ابناء نادي الزمالك اللي لما بيديروا او بيدربوا فرق اخرى بيعانوا من التحكيم السيء. وطبعا كان عندنا امثله كتير منهم، طبعا احمد حسام ميدو وهو مدرب الوادي الكابتن طارق يحيى نفسه، والبعض بيجي بعد كده زي الكابتن جمال حميد يقول لك النادي وحيد او نادي واحد هو اللي ما بيشتكيش من وجود الفار. اعتقد انت عرفت مين النادي. عايزين بقى نقف عند حكم الفار يا اسامه، نقف عند حكم الفار. ايه اللي حصل معاه حكم الفار؟ بناء على قرار او تصريح نادي انبي او الجهه الرسميه هو نادي انبي اعلن ايقافه. هنروح بقى حته جديده يعني من الاهلي خط احمر، ده بيان انبي اللي بيتكلم فيه في ايقاف الحكم الخاص بالفار اللي هو صبحي الغمراوي. هنيجي بقى لنقطه خط احمر بيتكلم فيها بشكل مختلف تماما. طيب الحكم ده انت اديته اللايسنس
بتاعه الفار ان هو يبقى حكم على الفي اي ار بيقف لانه عنده الخبرات وانت شايفه ان هو مؤهل. الحكم ده لو رجعنا لقبل كده هنلاقي ان في 2019 فبراير في مباراه ما بين دجله والمقصه ورط ابراهيم نور الدين في هدف فيما يخص لم يحتسب هدف صحيح لصالح المقصة بعد ما الكرة تخطت خط المرمى، كان هو الحكم اللي المفروض واقف على الخط ودي مهمته الرئيسية. فبالتالي هنا احنا بنسأل هل الحكم اللي في لحظة وهو دوره كل وظيفته في المباراة انه واقف على الخط عشان يشوف اذا كان في مخالفة قريبة بيشوفها او كرة بتتخطى ما شافهاش، هل ده بالنسبة لك كاتحاد كرة هيكون الاولوية ان هو ياخد اللايسنس ويبقى هو حكم فار؟ فكرة غريبة احنا بنسألها على اعتبار ان الحكم ده تاني مره يورط حكم، ده لو الحكم اتورط وليه تصريح اصل الناس مش فاهمه في القانون، مش فاهمه في القانون هو حضرتك اللي كوفئت بشكل غير مفهوم وفي امكانيات محدوده بدليل لعبه زي دي وانت كنت من الحكام القلائل اللي هم اولويه حصول على رخصه الفار، دي حاجه انا مش فاهمها. هو وارد يكون خط المرمى ما كانش مركز معاه بشكل كبير واعتمدوا على انه يركز مع اعدادات الفيديو، فطبعا كمان ما ركزش مع اعدادات الفيديو، طبعا طلع مصادر مقربه من اتحاد كره القدم قالوا لا مفيش ايقاف، فالمباراه كانت 4 يناير معانا لغايه 4 فبراير، هنشوف هل هيتم اسناد مباريات. هيلعبوه مخصوص عشان اللي انت قلته ده كده والله هيلعبوه مخصوص عشان يقول لك الحكم ما توقفش. يدعيلنا بقى، برافو. يدعيل. طبعا دي كانت اخطاء التحكيم اللي اعتقد واضح جدا احنا ليه كنا كلنا ثقه مع بدايه كل موسم بنقول هنرصد اخطاء التحكيم عشان نكسر او ندمر اسطوره تاريخيه كانت للأسف بتعتمد على فكرة عدم أشرفة الأخطاء التحكيمية. دلوقتي طبعا هنروح للفقرة المحببة وهي فقرة ريمونتادا. من ضمن الأخطاء التحكيمية والإعلاميين اللي تناولوا الأخطاء التحكيمية وبشكل مختلف كان كابتن أحمد حسام ميدو في برنامجه طبعا على إحدى القنوات الفضائية، وطبعا احنا هنا بنحب فكرة الجيم اللي بيلعبه الكابتن احمد حسام ميدو لان في بعض الاحيان هو مختلف عن مسار زملائه او المنتمين لنادي اخر في سكة ان هو احيانا بيقول ده صح وساعات بيقول ده غلط، ولو قال حاجة غلط بيرجع فيها تاني، لكن هو مشكلته في بعض الاحيان بياخد سكة اندفاع بشكل قوي تجاه رأيه وبيصطدم في الاخر ان وارد جدا يكون ده رأي خاطئ. تعالوا نشوف الرأي اللي الكابتن احمد حسام ميدو بالتأكيد هيتراجع عنه بعد ما نسمع الفيديو ده. الاهلي ملوش ضربه جزاء في ماتش وادي دجله، خدوا كلامي كله حته واحده بقى عشان ما تاخدوش حته عد. الاهلي ملوش ضربه جزاء في ماتش وادي دجله، كره مش ضربه جزاء، والكره بتاعت امام عاشور مش بنالتي، كره فاول من بره ال 18 وامام عاشور غشيم فيها بس ومندفع وفيها تهور بس من بره ال 18، والكره الثالثه بتاعت طارق حامد بنسبه 90% ضربه جزاء، وطارق ما كانش يقصد على فكره، طارق وهو بيجري ركبته خبطت في رجل الراجل بتاع امبي، كان لازم الراجل بتاع الفي ار يرجع كابتن صباحي والكره دي كان ممكن تحسب ضربه جزاء بكل بساطه. هنا لا نجتزئ تصريحات، هنا لا نجتزئ اي فيديوهات، بنجيب المفيد وبنجيب رايك كله مش حته حته يا كابتن ميدو، وهتسمعه بنفسك. اتكلمت عن ان مفيش ضربه جزاء للنادي الاهلي، اعتقد كل الناس ردت عليك، لكن فكره يعني ايه ضربه جزاء على طارق حامد ما كانش يقصد، انا دي مش قادر استوعبها، هل هو ما كانش يقصد فبالتالي ما نحسبهاش ركله جزاء؟ ويعني ايه بنسبه 90%؟ طب بما انك قلت ان امام عاشور من بره بنسبه 100% فطبيعي تكون طارق حامد بنسبه 90%، بس انا هاخد كلامك ده، معنى كلامك ده ان في ركله جزاء لفريق انبي تقدر تغير النتيجه من فوز الزمالك لتعادل انبي، وده المطلوب اثباته الاستفاده التحكيميه اللي حصلت لنادي الزمالك، اما عن الاهلي وادي دجله اعتقد انت سمعت كل خبراء التحكيم. لا على الاهلي وادي دجله وبيتكلم بشكل قاطع، يعني بيتكلم بشكل قاطع، ما اعرفش مصدر الثقه دي ايه لان دي اللعبه اللي ما حدش اختلف عليها. طب عايزين انتم تشوفوا معانا الفيديو ده ورأي كابتن ميدو بيرد على كابتن ميدو ونرجع نعقب بعد ما تكونوا شفتوا الرد الغريب. بتطلع تحلل حالات تحكيميه على كف التلفزيون سواء بقى كانوا خبراء تحكيميين او سواء كانوا ناس ليهم اجندات معينه بيشتغلوا بيها، انتوا بتضحكوا على الناس ليه؟ الكوره جيبوها
جيبوها بدايه الكونتاكت بتاعتها الفاول بتاعها من بره ال 18. هي لازم تبقى فاول من بره ال 18. ما تتحسبش بنالتي، الفي اي ار ما يقدرش يرجعه. التحليل على الكيف والتحليل بالاهواء والاجندات نفس السكه. اعتقد يعني هل الرساله مين اللي يوجهها لمين؟ يعني مين، هل كابتن ميدو اللي يوجه للحكام الراي ده، ولا اصلا كابتن ميدو هو اللي مختلف فبالتالي المنطق المغاير يجي يقول لك ان كابتن ميدو حضرتك اللي بتحلل وفقا لاجنده؟ وسؤال الاعداد كان زكي معانا لما طرحه امبارح، هو فين الخبير التحكيمي الاجنبي الراجل اللي كان بيجي بيقول اراء في اللعبات الفاصله؟ كنت انت اللي بتقول. اتمنى يا كابتن ميدو تجيبه في اللعبات الثلاثه اللي انت اتكلمت فيهم، وانا اثق انه في حداته، واثق على فكره انك انت عمرك ما هتوجهه، ونسمع رايه فيهم ونرجع نقيم كنت صح ولا غلط. انا هجيبه لك دلوقتي الخبير التحكيمي ده، ولكن احنا هنا بنوضح نقطه بناكد عليها. مشكله البعض ان هو لما بيقتنع بقرار تحكيمي بيشكك في نوايا الطرف الاخر، وده اللي عمله الكابتن ايضا احمد حسام ميدو. لكن الكابتن احمد حسام ميدو ليه باكد ان هو يعتذر؟ عشان اللي هنشوفه دلوقتي. يبقى انا بعتذر لابراهيم نور الدين، لان انا هاجمت ابراهيم نور الدين بشكل كبير جدا على قراره ان هو راح للفار وما حسب الكره، مش ما حسبهاش بينالتي، وانا طلعت هاجمته بشكل كبير جدا. لكن انا راجل مش بتاع تحكيم، انا على تويتر بقول رايي. الراجل ديرموت بيقول ان قرار ابراهيم نور الدين كان قرار صحيح 100%، وان هو مستغرب ان الفار اصلا ندهله ان هو يبص على الكوره. هو شايف there is no enough contact، يعني مفيش التحام كافي في الكوره، وان هو شايف ان ابراهيم نور الدين كان على كان صح ان هو ما يحتسبش الكوره ضربه جزاء. زي ما انا طلعت عجنت ابراهيم نور الدين بقول لك بعتذر لك، انا اسف، انا مش حكم، انت صح انا غلط. جميل جدا ثقافه الاعتذار يا كابتن ميدو، عشان كده احنا منتظرين اعتذارك عن كلامك عن مباراه النادي الاهلي ووادي دجله، خاصه ان انت قلت انا مش راجل حكم، في خبراء تحكيميين بيتكلموا. فبالتالي يا كابتن ميدو لما تقول راي تحكيمي ما تجزمش بيه ان هو صح، وما تشككش في نوايا الاخر، عشان ما تحتاجش زي ما اعتذرت لابراهيم نور الدين تعتذر ايضا للاهلي خط احمر. بالظبط، هو الاهلي خط احمر مش بس هو اللي فيما يخص حالات النادي الاهلي قد يحتاج الاعتذار، ولكن لاعب اخر وجه اليه كلام سلبي من كابتن احمد حسام ميدو في لحظه نسي فيها قال ايه. وان كان هو بينسى، لا الاهلي خط احمر ولا جمهوره بينسى. نروح ونشوف كابتن احمد حسام ميدو قال ايه لرامي صبري. حاجه ثانيه، رامي صبري لعيب انا بحبه جدا، وعلى فكره انا عارف ان هو شخصيه كويسه جدا، لكن يا رامي انت كابتن امبي صح؟ وبتلعب في امبي تمام؟ الاهلي فاوضك ورحت لعبت ماتش اعتزال باين مع الاهلي او حاجه، ما اعرفش، كانوا انت احمد سامي وبتاع، كانوا كنت رحت تلعب ماتش وبتاع والاهلي فاوضك، وكنت قريب من انت تمضي للاهلي. ايه قصه يا عم رامي ان انت كل ما تجيب جون تعمل لك نسر وبتاع؟ يعني قصه، يعني انا بحب رامي صبري جدا تاني، لكن ليه، ايه لازمتها يعني؟ والاحتفال ان انت راجل كابتن الفريق، وازاي مجلس اداره الاهلي والكابتن حلمي طولان راضي باللي رامي صبري ده بيعمله، وينزل انستجرام ومراته تنزل انستجرام بعد الستوريز ان الاهلي ومش الاهلي، وينزل لبس وهو قاعد في البيت بشورت الاهلي وبتاع. يا اخي ده حتى لو الاهلي بيفكر يجيبك، والله لو انا من اداره الاهلي عمري ما بفكر فيك تاني ابدا. النوع ده من القسوه على لاعب وتسكيره، وكان اللاعب عمل جريمه رغم ان اللاعب ادى. وانا عن نفسي ما شفتش الاحتفال اللي عمله بالشكل ده، وان كان اللاعب اهلاوي او بينتمي للنادي الاهلي او بيحب النادي الاهلي دون ان يسيء لاي نادي اخر، ده ما يعيبوش يا كابتن ميدو. والرساله اللي انت واجهتها لرامي صبري هنفكرك بمشهدين وبعدين هنرجع لك انت تاني. اعتقد المشهد الاول يا اسامه، رامي صبري الموسم الماضي جاب جول في النادي الاهلي في الدقيقه 90 واثار الجدل، فاعتقد مفيش اي شبهه تواطؤ عند لاعب بيخص النادي الاهلي او منتمي للنادي الاهلي، والتاريخ بيشهد بذلك. لكن بما ان الكابتن احمد حسام ميدو بيتكلم عن فكره الاحتفاليه وازاي تكون لاعب منتمي للنادي وبتحتفل بانتصار نادي تاني، تعال نفكرك بلاعب كان بيموت نفسه وبيصرح ان هو بيموت نفسه عشان يخدم نادي الزمالك وهو في نادي اخر. ده طبعا كان محمد شعبان. طبعا كانت في مباراه المقاولين، لكن احنا عندنا فيديو واضح جدا لاسلام جمال، عايزين نستعرض
فيديو اسلام جمال وهو في طلائع الجيش وهو بيشوف وهو بيموت نفسه النادي الاهلي بيحقق لقب الدوري بتخطي وتخطي فريق طلائع الجيش. نشوف الفيديو. عملت اشاره القوس والسهم بتاعت نادي الزمالك عملتها كانت مناسبه. لا انا عاملها مش عشان خاطر استفز جمهور الاهلي ولا عشان خاطر الاهلي، لا خالص، انا ماليش علاقه بالنادي الاهلي. النادي الاهلي كسب، الف مبروك، خلاص. ما انا عاملها، انا راجل اعاره من نادي الزمالك وانا بحب النادي ونفسي الدوري، نفسي الزمالك ياخد الدوري. عاملها له، دي مش مشكله، دي حاجه تخصني انا، ما تخصش حد. انا لعبت النهارده، انا كنت بموت نفسي عشان خاطر الموقف بتاع فرقتنا اصلا، والحمد لله جبت جون وفرحان ان الزمالك يقرب ياخد الدوري. دي مش عيبه يا كابتن، يتحسب بقى كمان ياخد الدوري مع نادي الزمالك. طبعا طبعا طبعا، لا ده حقك الطبيعي انه الزمالك انت تسعد بفرقتك يا، بس الفكره انه بعد ما انت احرزت هدف، انا فهمت وانا بتفرج ان انت بتقول للزمالك انا هخسر النادي الاهلي نقطتين، وعلى فكره ده حقك الطبيعي. وانا كان نفسي يا كابتن، انا كان نفسي ده يحصل عشان خاطر فرقتي تاخد الدوري، وانا لسه فاضل لي سنتين في النادي ارجع وفرقتي واخده الدوري ونلعب افريقيا وفي حاجات كتير يعني السنه الجايه تحصل يعني. مش عيب برضو يعني يا كابتن، ولا لو انا بتكلم غلط قول لي، لا انت غلط. لا لا لا، ده بقى راجل بيلعب في فريق تاني وبيقول لك فرقتي، بيتكلم عن نادي الزمالك بيقول لك فرقتي، وكان نفسي وبموت نفسي عشان ياخدوا الدوري. طب ده لما يلعب قدام نادي الزمالك ايه اللي ممكن يعمله؟ بص يا اسامه، احيانا قد يكون كابتن احمد حسام ميدو في فلسفته او في فكره ان هو يطلع يقول لك انا راجل متسق مع ذاتي، ده غلط وده غلط وده غلط. وانا راجل عندي قناعات ان ايه، لو انت بتنتمي لتيشيرت معين او بتمثله احترافيا لا يجوز انك تشير او تدخل اي طرف ثالث او نادي ثالث، لان ده بيحقر او بيقلل من النادي. تعالى بقى يا كابتن احمد حسام ميدو نقول لك انت ولقطتك انت اللي تنهي اي افتراض لحسن النيه وتخليك لازم تعتذر لرامي صبري. كابتن احمد حسام ميدو وهو بيشاور على علامه الزمالك او خطين الزمالك في مباراه وهو مدرب لدجله، وحصل مناوشات مع جمهور النادي الاهلي، كان في تعدي لفظي وكمان عمل شعار نادي الزمالك وانت بتمثل نادي اخر. وتوعد النادي الاهلي ان الزمالك هيفوز، والحقيقه مش للاسف طبعا الزمالك خذله والاهلي فاز بالمباراه. هنا بقى يا كابتن احمد حسام الرساله، لو انت بتمتلك المبدا ده وهنفترض ان هو عندك، لازم تطلع تعتذر لرامي صبري انك ما كان ان انت تعمل اللقطه دي. زي ما قلنا، لو البعض بينسى الاهلي خط احمر، ولا جمهور النادي الاهلي خط احمر بينسى، وهيفضل النادي الاهلي خط احمر في عيون كل الأهلوية. نشوفكم في حلقة جديدة، وسيظل النادي الأهلي هو النادي الأول في إفريقيا إن شاء الله.